بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسألة خطيرة هي في الحقيقة، وهي تدخلات السياسة في الجهاد في سبيل الله، ولا سيما الجهاد القتالي. تعلمون يعني هناك دائما من يعترض على الإسلام، أنه كيف الإسلام ذهب إلى بلاد بعيدة واحتل هذه البلاد كما يقولون، واحتل هذه البلاد وفرض على أهلها الإسلام، ويعني إلى آخره كما يقولون. والقرآن تقولون أنتم لا إكراه في الدين وأنتم أكرهتم الناس على الدين. يرد العلماء عليهم يقولون نحن لم نكره الناس على الدين، فتحنا البلاد ولأنقذناهم من عبادة الأوثان وعبادة غير الله، وأوصلنا لهم الرسالة وتركناهم على دينهم. فمن منهم من آمن ومنهم من كفر، وبعد فترة طويلة، وحقيقة يعني هي حقيقة تاريخية، يعني لم يكره أحد على الإسلام، لكن مع الوقت مع التزويج أكثر شيء يعني كان يحصل بين المسلمين وغير المسلمين، التزويج والأولاد والذرية، فشيئا فشيئا صارت بلادا إسلامية، وهذا ما يقوله العلماء. لكن العلماء أيضا يعني هنا يتكلمون في مسألة لم يذكرها القرآن ولم يطلب القرآن من المسلمين هذا الفعل. يعني هناك كما سيأتينا، يعني نستبق قليلا كما سيأتينا، علة القتال. علة القتال ليس إدخال الناس في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته لم يدخل أحدا إلى الإسلام بالقوة. كان هناك كثير جدا من القبائل الوثنية حول مكة والمدينة لم يحاربها، لأنهم لم يحاربوه، لم يقاتلها، إنهم يقاتلوه، قاتل من قاتله وحارب من حاربه. أما من لم يقاتلهم يحاربه، لم يحاربه ولم يجبره على الإسلام ولم يدخله في الإسلام. هذا الأمر النبي ما قاتل عليه الصلاة والسلام إلا من يقاتله، إلا من أراد تدمير الإسلام، تدمير هذا الكيان، الإغارة على المدينة، هذا فقط، هؤلاء الذين قاتلهم فقط. ومن خانوا العهود معه، عهود سلم، عهود أمان، خانوا العهود، تآمروا مع أعداء أيضا وتحزب، هؤلاء الذين قاتلهم فقط. والقرآن كل القرآن يدور في ذلك، لا يوجد آية في القرآن تقول اذهبوا إلى البلاد وهنا وهناك وقاتلوا وأدخلوا الناس في الإسلام. كانت هذه الفتاوى تصدر من العلماء الذين حول الملوك. الملوك كانوا يحبون التوسع، يحبون، وقد سماهم النبي عليه الصلاة والسلام ملك عضوض، يعني يحبون الملك بعد الخلفاء رضي الله عنهم. وسنأتي لماذا، ما هي معركة اليرموك، معركة القادسية، وهذه المعارك سنأتي، ومصر، يعني تعلمون تماما أن المسألة ليست مسألة التوسع أبدا، لكن نضعها في محلها. فالإسلام لم يطلب أن نذهب إلى هنا وهناك، ولكن علة الجهاد دفاع. يعني سنتكلم قليلا مثلا في معركة اليرموك. معركة اليرموك الروم هم الذين بدأوا المعارك، هم الذين تواصلوا مع العرب ومع المنافقين في غزوة تبوك لتدمير الإسلام، وبنوا بناء مسجد النفاق، وليكون مكانا للمؤامرات، كله مذكور في القرآن في سورة المائدة. هم الذين تآمروا مع المنافقين، تآمروا مع الوثنيين لأجل القضاء على المسلمين. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام قويت عضلاتهم وقالوا نريد أن نقضي عليه وكذا، وحصلت مسألة الردة التي سنأتي عليها في محاضرة مستقلة. ولكن بعد الانتهاء من موضوع الردة أرسل أبو بكر الجيش إلى اليرموك، إلى الروم وإلى العراق، لأن كلاهما يتآمر مع الوثنيين ومع المنافقين لأجل تدمير الإسلام. لم يكن ذهب إلى الشام لأجل أن يفتحها ويدخل الناس في الإسلام. هم الذين يحاربوننا، هم الذين يقاتلون، هم الذين يريدون أن يغيرون علينا، تحالفوا مع الغساسنة ومع المناذرة، وقصص معروفة وبديهية جدا. لكن نحن نجتزئ فقط، ذهب ليفتح الشام. ماذا يعني يفتح الشام؟ هذه الكلمة هي فتح بالنهاية، هي فتح، لكن هذه الكلمة روجناها وأوهمنا الناس أننا ذهبنا لإدخالهم في الإسلام، وهذا الكلام غير صحيح. فلما المسلمون دمروا هذه القوة الرومية ودمروا الدولة الرومانية التي لها 1000 سنة
تاريخها 1000 سنة. لما دمروها دمروها لأنها تريد أن تدمرهم، ذهبوا إليها لأنها تريد أن تأتي إليهم ودمروها. بعد أن دمروها سيتركوها هكذا؟ لا، أبقوا في بلادهم حتى لا تعود هذه القوة من جديد وتغير عليهم. وتركوا الناس على دينهم، وتركوا الناس على، ولم يطلبوا من الناس شيئا، والناس شيئا فشيئا مع الوقت ومع الزمان، وأقاموا العدل فيهم وأقاموا هذا. فتح بهذا المعنى، ليس فتح يعني أن نذهب وندخلهم في الإسلام، لا، لكن هذه القوة التي تريد أن تدمرنا دمرناها قبل أن تدمرنا. وكذلك فارس، فارس والروم نفس الموضوع نفس الكلام، لم يتغير شيء. فبقينا بقى المسلمون هناك لأجل أن لا تعود هذه الدولة الرومية إلى، حتى الروم ليسوا بلادهم، يعني هم يحتلون الدول العربية ونحن جميعا عرب. صحيح نحن لا نقاتل باسم العرب ولا نيابة عن العرب، ولكن كانت دولة الرومانية الدولة الرومية في تركيا وما بعد تركيا، أما في بلاد الشام ليست دولة رومانية. ثم بعد ذلك لما استقر الوضع كثر الإسلام، بدأت الملوك تأتي، بدأت الملوك تحب أن تتوسع حتى بدون أن يحاربها أحد، يتذهب إليهم دون أن يتآمر عليه أحد، تذهب إليهم وتفتح البلدان، والشيوخ والعلماء يفتون، اذهبوا أدخلوا الناس في الإسلام. بعض السلوكيات كانت صحيحة، لا يدخلون الناس قهرا في الإسلام، لم يدخلوا أحد قهرا في الإسلام، لكن بعض السلوكيات كانت نوعا ما لا، لكن بعض السلوكيات أيضا من الملوك كانت سيئة جدا، فكانوا ما يعني كملوك ليس همهم الإسلام، همهم الملك فقط، وهذا مشهور من سيرهم. نحن لا نريد أن نقدس أشخاصا هم لا يقدسون أنفسهم، وهم يعرفون من هم كل الملوك. نحن نتكلم نعم بين أولئك الملوك كان هناك ملوك يعني يعملون لله يشتغلون لله، منهم مثلا عمر بن عبد العزيز كان يقول أنا أرسل إلى أحد عمالي قال لم يرسل محمد جابيا ولكن أرسل داعيا، لأنه كانوا همهم أن يجنوا الأموال ويأخذوا الأموال. هذا كله ليس من القرآن، أنا ذكرت هذا التاريخ حتى تعلموا أن هذا ليس من القرآن. أما ما فعله أبو بكر عمر مع الروم وفارس فهذه مسألة معارك، دولة تريد أن تدمرني دمرتها، تريد أن أكثر من مرة هاجمتني فدمرتها، تريد أن تدمر الإسلام فدمرتها، هذه القصة كلياتها. وحتى في تاريخ المسيحية، كتب تاريخ الكنيسة مكتوب ذلك، يعني الإمبراطور الذي حاول جمع الخلقدونيين واللا خلقدونيين وقال العرب إذا لم نتوحد قتلنا العرب، إذا لم توحد وصل إلينا العرب، صار يحرض الناس على قتال العرب، وهذا وحاول فيما بينهم أن يصلح بينهم، وأسقف الصفير أظن نسيت اسمه بالضبط، وحاول لكن رفض وصارت الإشكاليات وبقوا مختلفين فيما بينهم. لكن كان هناك تحريض كثير جدا على المسلمين، تحريض كثير جدا على قتال المسلمين من مبدأ صليبي، من مبدأ ليس صليبي مسيحي، لا مبدأ يعني أنه يجب أن نكون نحن ولا يكون غيرنا، هذا المبدأ الصليبي. الحروب الصليبية صارت في أوروبا، قتلوا المسيحيين قبل أن يقتلوا المسلمين، قتلوا المذاهب المسيحية قبل أن يقتلوا المسلمين، ثم أتوا إلى الشرق الأوسط لقتال المسلمين والمسيحيين. يعني هي مسألة الصليبية معروفة ما هي، ليس معناها يعني المسيحية، ولكن يعني العدو الديني الذي لا يريد أن يبقي خصما له أو يبقي ندا له، كما هي داعش فكر صليبي، بالنهاية فكر صليبي، القاعدة فكر صليبي، يعني بمعنى أنه لا يريد أن يبقي مذهب إسلامي إلا مذهبه وهكذا. فإذا الخلفاء لم يخالفوا القرآن في هذه، أنا لا أدافع عن الخلفاء، لا لا ليس هذا قصدي أبدا، ولكن هذه حقيقة تاريخية عند الروم وعند المسلمين وعند العرب، أنهم كانوا يريدوا أغاروا على المسلمين أكثر مرة ويريدون استئصال المسلمين، فذهبوا إلى ديارهم وأخذوا ديارهم، وهي أصلا ليست ديار الروم، وطردوهم منها، ثم وتركوا الناس على دينهم المسيحي، وحتى انتشر الإسلام بعد مئات السنين، يعني ليس فورا، مع التدرج. فإذا هذه الفكرة الأولى، إذا الملوك تدخلت في الجهاد وجعلت من الجهاد مادة لتوسع ملكها، وهذا موجود في تاريخ الإسلام مع الأسف. ولكن بالنهاية يعني أنا أقولها بالنهاية كان خير من أن يبقى الوضع على ما هو عليه، يعني النهاية آلت إلى خير،
بحيث أنه هناك يعني بالنهاية لم يعد هناك يعني الإسلام انتشر، انتشر عدالة، انتشر كذا، ولم يكره أحد على الإسلام، يعني في شيء نوع من الخير أفضل من الحكم الذي كانوا عليه هم. يعني حكامهم كانوا ظلمة وكانوا متعصبون وكانوا يعني، فهذا كان الحكم الإسلامي أفضل، وهذا أيضا موجود في التاريخ كحكم، نتكلم ليس على على دين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.